شباب يلا وقوفا وقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء. طفي أغاني عيني. ترحما على شهداء سبايكر وكل شهيد سقط مضحيا على أرض العراق. يتصور البعض أو يحاول أن يصور البعض أن الموصل لم تضحي أو الموصل كانت هي الحاضنة لداعش. بالعكس تماما، الموصل الآن وإحصاءات رسمية لمنظمات وجهات حكومية تقول الموصل الآن اليوم تقول أكمل 12,000 شهيد موثق، 12,000 شهيد من نينوى ومن الموصل في سبيل الخلاص من داعش. ولهذا علينا دائما استذكار الشهداء. وقوفنا اليوم، وجود القوات الأمنية، عودة الموصل هي بدماء الشهداء. ولهذا واجب علينا أن نقدس دماء الشهداء وأن نلعن داعش كل يوم. واجب أن نلعن داعش كل يوم ونلعن الإرهاب. ستكون هذه حملة يومية للمدارس للدوائر حتى يكون في ضمائرنا لعنة الإرهاب وتقديس الشهداء. طبعا إضافة لمجزرة سبايكر وهؤلاء شهداء 1700، نستذكر كل شهداء العراق في هذه المجزرة، كل الشهداء الذين سقطوا مضحين في سبيل رفعة هذا البلد وعزته وكرامته. ولهذا اليوم الوقفة لشهداء سبايكر ولكل شهداء العراقيين هي تحدي واضح للإرهاب، هي صورة ناصعة لانتصارات قواتنا الأمنية. اليوم بدماء هؤلاء الشهداء اليوم يتجمع شباب الموصل في هذا المكان. اليوم الأجواء كلش طبيعية في هذه المنطقة، العوائل المتواجدة، الأسواق طبيعية جدا، ولهذا كل هذا كان بفضل هذه الدماء الزكية التي سالت من أجل العراق. ولهذا اليوم واجب علينا دائما وابدا ان نقدس الدماء الشهداء وان نلعن الارهاب. اليوم مع مرور الذكرى الثالثه للجريمه الشنعاء اللي ارتكبها عصابات داعش بحق شبابنا واخوتنا في معسكر سبايكر، اليوم قررنا احنا كشباب الموصل نقف وقفه تضامنيه مع الذكرى الثالثه للشباب اللي استشهدوا في معسكر سبايكر ومع شباب العراق باكملهم. نحن نحب نوصل رساله من الموصل الى جنوب العراق ولكل العالم بانه نحن اهل الموصل ما لنا علاقة بداعش. وقفتنا هاي رسالة لأهلنا بالجنوب إنه إحنا جرحكم هو جرحنا وكل شهداءكم هم شهداءنا، واللي قدمتوه من أجل تحرير المدن العراقية ثمارها موجود حاليا. نحن هنا بوسط مدينة الموصل واقفين نستذكر الذكرى الثالثة للجريمة الشنعاء اللي ارتكبها داعش، ونوصل رسالة إنه داعش انتهى بمدينة الموصل وانتهى إلى الأبد. إحنا اليوم من الموصل نريد نوصل رسالة، رسالتنا اللي العالم كله يقول إنه اللي قالوا إنه الموصل دواعش والموصل كانت حاضنة داعش، لا إحنا نريد نوصل رسالة إنه إحنا نحارب داعش، نحارب داعش جميع الوسائل وكل شيء نقدر عليه. اليوم شباب الموصل ينظمون وقفة تضامنية مع شهداء سبايكر الذين سقطوا في تلك المجزرة الأليمة التي يعني عانى ما عانى الشعب العراقي العظيم. واليوم كشباب الموصل نظموا هذه الوقفة وأيضا قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء سبايكر خاصة والعراق عامة، وتضمنت الوقفة أوقات شموع التعبير عن السلام والمحبة لجميع الشهداء، ويعني وتضمنت أيضا على قراءة سورة الفاتحة على أرواح محافظة نينوى الذين سقطوا تحت ظلم وقتل داعش الإرهابي وفي منطقة الزنجيلي والمناطق الأخرى المنكوبة. طبعا أحب أقول يعني بيت شعر صغير أنه على شهداء الزنجيلي يقول: دموع العين على الوجنات منكوبة وديار أهل الوفا والطيب، منكوبة يا زنجيلي قطعت الموت منكوبة وقطع بيك زمان الشوم، عادلهم ومعروف عد الغدر الهم عاد لهم، الهم كل ما تفوت جنازة تقول عد لهم، مع الأسف البحك أنت مدينة الفرح واليوم أصبحتي منكوبة.